الوغ سا ديبون، كاين كيما نقدروا نهضروا على بعض الاغذيه اللي فيها بزاف الالياف على البقوليات، العدس، اللوبيا، الحميصه، هذوما لازم ناكلوهم ماجوريتيرمون طايبين. كيكونوا طايبين راهم رايحين يمدوا لنا كميه كبيره تاع الالياف، خاصه اللي تعاون بزاف الناس اللي عندهم مرض السكري، على خاطر كي ناكلوا حاجه حلوه ولا ماشي حلوه، يعني من المجموعات عندنا نشويات، راه واش حيصرى في الجسم تاعنا؟ راح تكون ارتفاع لنسبه السكر في الدم ديالنا. حنايا ما عندناش مشكل، نقدروا نقولوا الحمد لله الناس اللي عندهم مرض السكري لازم يكون عندهم تعديل في هذه النسبه تاع السكر في الدم. واش اللي يعدلها؟ سي الالياف، خاصه الالياف اللي تدوب في الماء اللي هضرنا عليها، وثاني كاين الالياف اللي ما تدوبش في الماء ثاني تتعاون بزاف وتكون غنيه بزاف، كيما النشويات الكامله كيما نشوفوا دوكا الرز، الارز البني، المقارون ثاني نشوفوها تتباع ثاني من القمح الكامل، الخبز، هذوما كامل ثاني يقدروا يعاونوا في تعديل نسبه السكر في الدم. وكيما قلت لك الاغذيه كي تطيب في اغلبيه الاحيان ما راهيش رايحه تفقد النسبه تاع الالياف، لكن الجسم تاعنا يقدر يتقبلها بلو فاسيلمون نقدروا نقولوا، خاطر كاين ناس اللي ما يحملوش الالياف كيما حنا، كاين كي ياكلوا الالياف يقدروا يلقاو عندهم دي بالونمون دي غاز ما يحملوهم. هنا ما نقول لهمش حبسوا الالياف ديريكتومون، خاطر الالياف كيما قلنا راهي راح تعاوننا بزاف. واش نقول لهم؟ نقول لهم طيبوهم، كلوها طايبه، حتى لو تحبوا تاكلوا فاكهه مثلا اللنجاس ولا التفاح، نقدروا نقول لهم الاحسن طيبوهم شويه وكلوهم، تقدروا يقدروا ما يضروكمش يعني. ممتاز.